السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مس عبير سمير، أهلا بكل طلابي حبايبي، طلاب جريد 5. هنكمل مع بعض شرح دروس المنهج الساينس فيرست ترم سنة 5 من كتاب كوني 2024. النهاردة معادنا في الفيديو بتاع ليسن 4 اللي هنتكلم فيه على ليسن 4 ونخلص الكونسبت قبل الأخير من المنهج بتاعنا. يلا بسرعة. Try to answer. تعالوا كده، احنا النهاردة طول الحصة هنقعد نخمن مع بعض. ايه هي بقى اول حاجه كلكم شطار وعارفين؟ ان البالونز او البالونات في الفيستيفالز او المهرجانات او الاحتفالات السليبريشنز بيملوها بايه؟ ها، مين شاطر هيقول؟ برافو عليكم، سامعاكم. هيليوم غاز، يعني بيملوها بغاز الهيليوم. طيب انا عايزه اعرف ليه، يعني لو قلت لك واي، ليه احنا بنستخدمه؟ اكيد في بروبرتي او في صفه للهيليوم غاز ده بتخليهم يستخدموه ويوز اتو في ذا بالونز. اول حاجه ان هو لايتر ذان اير، هو اخف من الهواء، يعني لو جربوا كده ينفخوا البلالين بنفسهم البالونات دي مش هتعمل رايز اب وتفضل طايره لفوق في فتره طويله. لكن ايه اللي يخليها طايره لفوق لفتره طويله؟ ان الهيليوم ده لايتر ذان اير او اخف من الهواء، فبيقدر يعمل البالونه رايز اب ويخليها تفضل ترتفع لفوق. حاجه كمان بتساعدنا ان احنا نستخدمه بكل امان، ان هو نوت بويزنس ونوت فلاميبل، يعني مش قابل للاشتعال وفي نفس الوقت مش فام، فبقدر استخدمه. بس خلي بالكم لما بقول ان الهيليوم لايتر ذان اير اخف من الهواء، ده بيبقى فيزيكال بروبرتيز، يعني خواص فيزيائية، حاجات بقدر ألاحظها في الفايف سنسز، وحاجة ما بتغيرش طبيعة المادة. لكن الكيميكال بروبرتيز أو من خواصه الكيميائية إنه ما بيحصلوش كده فلامبيليتي، أو ما بيحصلوش اشتعال، مش قابل للاشتعال، ونوت بويزنس، مش سام، فالإنسان بيقدر يستخدمه بأمان. طب تعالوا نبص مع بعض في أسئلة الجبريزون دي من كتاب كوني. أول حاجة بيقول لي البالونز أند بلامس اللي هو المنطاد اللي بيرتفع برضه لفوق في الهواء، filled with helium gas rise up in the air. ليه بيرتفع لفوق؟ عشان قلنا الهيليوم اخف من الهواء، يبقى because helium gas is lighter than air، اخف من الهواء فبيحلق، بيخلي البالونه تفضل طالعه طالعه لفوق، rise up. سؤال كمان في الجيف ريزون من كتاب كوني، humans can use helium gas safely. اللي بيستخدموه بيعملوا منه البالونز والموضوع امن ما فيهوش خطر، قلنا بيكوز الهيليوم is not flammable or poisonous، ولا هو سام ولا هو قابل للاشتعال، فبيستخدموه بكل امان. عايزين برضو نتناقش في ايه؟ نتناقش في الكبر. الكبر اللي هو النحاس. الكبر ده conducts heat. يعني ايه conducts heat؟ يعني موصل جيد للحرارة زي كده. تلاحظوا كده طبعا احنا بيبقى عندنا الكوكينج بانز او الكوكينج بوتس، الحلل والاواني والطاسات اللي بنستخدمها في مطبخنا بتكون الهندل او الايد بتاعها من بلاستيك او من وود. طيب لو بقى انت عندك الهندل او ايد الحله او الطاسه بتاعتك كانت من الكفر، ايه اللي حصل؟ زي الصوره اللي احنا شايفينها، اول ما امسكها وصلت له الهيت او الهوتنس، الحراره والسخونه بتاعه البان او الطاسه دي فتلسع. يبقى انا الكبر دلوقتي كوندكت هيت، موصل جيد للحراره، وده من الفيزيكال بروبرتيز او من الصفات الفيزيائيه بتاعته. ايه كمان؟ اتفقنا ان الايد الهاندل عشان ما نتلسعش بيعملوها من الود الخشب. ليه؟ لانه doesn't conduct heat. ابسط مثال، وماما بتعمل الاكل، تعالى شوف كده هي بتقلب في الحله بايه. هتلاقي ماما بتقلب دايما بايه؟ بوودن سبون، يعني دي معلقه معموله من الخشب. ليه بقى؟ لان المعلقه المعموله من الخشب دي بتبقى باد كوندكتور اوف هيت، يعني موصله رديئه او غير موصله للحراره، فلما تيجي كده حتى لو سابتها شويه في الحله ورجعت تقلب بيها تاني هي مش هتتلسع ولا حاجه. عكس لو مسكت الومنيوم سبون، معلقه الالومنيوم اللي احنا بناكل بيها، جرب تسيبها ثانيه كده شويه والحاجه على النار وترجع تجرب تمسكها، لا طبعا اوعى تجرب لانك هتتلسع، لان الالومنيوم ده او الميتال المعدن ده جود كوندكتور اوف هيت، يعني موصل جيد للحراره زي الصوره اللي شايفينها فوق، فطبعا هنتلسع وده مش عايزين. تعالوا بعد كده نفهم اكتر يعني ايه كلمه كوندكتور او كوندكشن. كوندكشن يعني توصيل، كوندكشن يعني ايه؟ يعني توصيل.
يعني ايه conduction او توصيل؟ يعني ability of material to transfer heat and electricity. يعني انا لما بتكلم ان الماتيريال او الماده دي بتوصل حراره، يعني ايه بتوصل حراره؟ يعني لو مسكتها وهي متعرضه لحراره وسخونه هتلسع، هتوصل لي حراره وسخونه. او لو بتكلم عن حاجه زي مثلا لو حد جرب يحط الايرون نيل او المسمار، وده خطر جدا، في السورس الالكتريك سورس الفيشه بتاعت الكهرباء هيتكهرب. ليه؟ لان الايرون نيل او مسمار الحديد ده ميتال او معدن وجود كوندكتور اوف الكتريسيتي، يعني موصل جيد للكهرباء، فهتلاقي عدى الكهرباء فوصلت لايد اللي كان حاطط المسمار فبدا يتكهرب. دي فكره الكوندكشن، قدرة المادة نفسها أو الماتيريال نفسها إنها تعمل توصيل، يتوصل الحرارة يتوصل الكهرباء. ومن هنا هنتكلم عن الإلكتريك وايرز أو أسلاك الكهرباء. سلك الكهرباء بيكون من جوه الماتيريال أو المادة اللي مصنوع منها، هي الكابر، النحاس. طب ليه؟ لو جالي سؤال زي كده من كتاب كوني، إيه اليوزس أوف كابر أو استخدامات النحاس الكابر؟ أول حاجة هما بيستخدموه in making electric wires في صناعة الأسلاك الكهربية، وكمان بيستخدموه in making cooking pans عشان نعمل الأواني أو الحلال بتاعة الطهي بتاعة الطبخ. طب أنا عايزة بقى الشطور بتاع جريد 5 يفكر فيه، لو أنا سألت عن الإلكتريك واير أو سلك الكهرباء، الكبر ليه بيستخدم في صناعته؟ هتقول لي لانه جود كوندكتور اوف هيت ولا جود كوندكتور اوف الكتريسيتي؟ يلا اكتبلي بسرعه في التعليقات. طبعا انا عايز الكتريك واير، يعني سلك كهرباء يوصل الكهرباء. لما اجي احط الفيشه بتاعت الشاشه مثلا، الكهرباء توصل للشاشه فتشغلها، فانا عايزاه جود كوندكتور اوف الكتريسيتي يوصل الكهرباء فيشغل الجهاز بتاعي. يبقى ده السبب اللي علشانه استخدموا الكوبر تو ميك الكتريك واير. وغير كده كمان ان هو فليكسبل، فليكسبل وكان ستريتشد انتو ثين واير، يعني ممكن ان انا استخدم الكابر ويبداوا كده يشدوا ويمطوا كده ويحولوا الاسلاك رفيعة. يعني طب لو قلت لك برضه الكابر يوزد ان ميكينج كوكينج بوتس او كوكينج بان الحلل، محدش يقول لي جود كوندكتور اوف الكتريسيتي، هو انا عايزه الحله والطاسه تكهرب؟ لا لا، انا عايزاها توصل السخونه بتاعه البوتاجاز للفود او للاكل اللي جواها فتسخنه او تسويه. يبقى انا عايزه في الحاله دي استخدمنا الكوبر ليه ان ميكينج كوكينج بانز، هتقول لي عشان يوصل الحراره والسخونه. اقولها ازاي؟ because it's a good conductor of heat. طيب عايزه اخد بالي من ملحوظه ونقطه مهمه، اني لما هتكلم عن الكوكينج بوت او الحله نفسها او الطاسه نفسها، هي معموله من الكوبر. طبعا مش كلهم، في مواد ثانيه، في ستانلس ستيل، في الومنيوم او الالومنيوم، بس انا بتكلم في حاله الكوبر جود كوندكتور اوف هيت عشان انا عايزه الفود اللي جواها يوصل له الحراره والسخونه فيستوي. لكن الهاندل انا مش محتاجه منها لما امسكها تلسعني او اشعر بالحراره والسخونه فتلسع، لا، فالهاندل بتتعمل ايه؟ فروم وود، عشان يبقى باد كوندكتور اوف هيت وما يوصل لناش الحراره او ما يلسعناش لما نمسك. في اخر الكونسبت ده وفي اخر ليسن 4 بنتكلم عن بعض الماتيريالز او المواد واستخدامها. فاحنا مثلا بنتكلم عن الستيل، عارفين الستيل الصلب بيصنعوا منه اللي انتم شايفينه ده، سكرو درايفر اللي هو المفك. ليه بقى؟ علشان خاطر يكون حاجه كده هارد او قويه، ما اجيش بقى اقعد اعمل حاجه بمسامير بالمفك افكها او اربطها الاقيه اتنى او اتعوض، لا، يبقى حاجه كده هارد ماتيريال او ماده صلبه اقدر اعتمد عليها في ان انا افك مسامير اربط مسامير، عشان كده بيعملوا السكرو درايفر او المفك ده والهامرز من الستيل. الهامر طبعا اللي هو الشفش. طيب عندنا كمان الجلاس او الزجاج، بيستخدموه عشان نعمل الجلاسز، النظارات او الويندو، الشبابيك. ليه؟ لانه حاجه ترانسبيرنت، شفافه، انت تقدر تشوف من وراه بكل سهوله. طب تعالوا نتكلم عن الرابر او المطاط. الرابر بيستخدموه عشان نعمل التايرز اللي هي الكاوتشات بتاعت عجلات العربية، نعمل طبعا الترينرز او الكوتشيهات الرياضية، نعمل كمان الجلوفز اللي هي الجوانتيات. الحاجات دي كلها بنستخدمها علشان او بنعملها من الرابر. ليه؟ عشان تكون فليكسيبل، عشان تكون مرنة، عشان تكون ووتر بروف او مضادة للمية.
وكده تعرفنا على بعض الاستخدامات لبعض الماتيريالز او المواد اللي حوالينا. عايزك انت تفكر في ماتيريال تانية حواليك، وفكر لي ايه المادة اللي مصنوعة منها الحاجة دي، وتفكر برضو اشمعنى صنعوها من المادة دي، واكتب لي في التعليقات مع كتابة اسمك تحت الفيديو في قناة اليوتيوب عشاق الساينس. مع تحيات مساعد يستنى. باي باي.